فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، يحتل الحديث عن الأضاحي وأسعارها مساحة واسعة من حديث المجالس هذه الأيام. فأما الأسعار فثمة شبه إجماع على أنها أقل من معدلها في أعوام ماضية، ولكنها لا تزال في مستويات مرتفعة. يعني النعيمي ممكن في حدود 130-135، الخروف الطيب، والأردني اللي هو الطيب برضو يمكن 90-95 زي كده، وعندك اللي هو السعودي 110-115، إنما هذا السعر الرخيص الشفالي والأردني اللي هو الشفالي والإيراني. عندك الشفالي والإيراني دول على 85-75-80 في الأسعار دي، على حسب فيها جرم الخروف وكبره وعمره. بالنسبة للنعيم السعودي 110-105-110 في الحدود، يعني بالنسبة للنعيم السعودي. بالنسبة للنعيم الكويتي من 120-130 اللي هو حق اللي يشيل اللي يشتري، جملة يتباع ب 114-112 هالشكل. إذن الأسعار المتفاوتة يحكمها اختلاف الأنواع، فمنها المفضل ويكون في رأس الهرم السعري، ومنها ما هو أقل، فكل له ما يفضله من الأنواع. والله ما دامها 120 و130 زين، تدري عام احنا ماخذين من 150، العام خذناها على 150. يعني انتم ان شاء الله في هذا العام تتأملون انها تكون اقل يعني؟ والله نتأمل بحال الواجد، وان شاء الله انها مناسب، وترها بتشد عليك في الايام القليله الجايه. وغلاء اذا يقال في غلاء يعني من الاعلاف، يعني انا صاحب اغنام بالامان، يعني هنالك الاعلاف غالي، يعني ناخذ كيس الشعير على 353. وفي ظل توفر الأنواع المختلفة، يحتاج الأمر الاحتياط من بعض أساليب الغش، فهي مختلفة. والله يا طيب يقول أخذ من الطيب عشاك، النعيم هذا دائما أخذ منه، والنعيم شيء جميل، لكن ترى يغشون فيه سوريين، ويغشون فيه إشفال، ويغشون فيه إيرانيين وهذا، لكن اللي يعرف في الغنم ويعرف في الذبائح فالنعيم أفضلها على الشيء هذا. لما يرفعها المصارين هذا ترجع وراء، لما ترجع وراء يمسك الظهر تكون سمين، وهي مو على صحيح، لازم يهدها بالأرض عشان تصير صح.